السلام عليكم. خرج من منزله في احد احياء مدينه عدن لاداء صلاه الفجر جماعه في المسجد كعادته، لكنه لم يصل الى المسجد في ذلك اليوم ولا عاد اليه بعده، فقد قطع طريقه اربعه مسلحين لم يفلح في مقاومتهم، ولكن نظارته سقطت في الشارع فكانت الدليل الوحيد على عمليه اختطافه، اضافه لسماع السكان المجاورين اطلاق نار في الهواء بالتزامن مع عمليه الاختطاف. قصة التربوي المختطف زكريا أحمد قاسم في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود هو درس في الابتدائية هنا في المعلق في سالم علي وكمل في ريدان وبعد اتجه إلى الثانوية من بعد الثانوية تجنيد تجند يعني وبعد التجنيد دخل جامعة كلية الزراعة اتجه العمل الخيري وهو في سن العشرينات واتجه من هناك العمل الخيري ابتداء من اسمه بساتين والى ابيان واستمر العمل الخيري الى حد الى حد الان هو ذلك كان يعمل عمل خيري وانما بعدين يعني درس في التربيه الثانويه حق المعلا ودرس دراسه عليا دبلوم عالي طبعا لي يعرف زكريا يعني من الاسره واصحابه والجيران يعرفوا حجم المأساة الذي نحن عايشين فيها، يعرفوا الحلمان الذي نحن عايشين فيه، طبعا زكريا الكل يعرف من هو زكريا، حنيته، قلبه الطيب، زكريا بالنسبة لنا كان عبارة عن جوهرة، جميلة، مضيئة، كانت تضيء لنا بيتنا، هذا الضوء الآن لا نراه. كانت حياته يعني حياة طبيعية حياة إنسانية كان رجلا خيرا يسعى في شؤون الناس في شؤون أهله في شؤون مسجده هذا كان شغله فقط في المدرسة كان مشرفا اجتماعيا يسعى في شؤون الطلاب وفي مسجده يسعى في شؤون المسجد من بشكل بشكل عام يعني وكان رجل خيران بشكل بشكل متكامل يعني في كل مجال في كل مجال الحياه يعني في المدرسه رجل خير وفي المسجد رجل خير وفي شغله رجل خير كمان وفي البيت رجل خير ايضا يعني الناس كانت كلها جالسه في بيوتها وكلهم أجزاء واللي رحل واللي خارج البلاد واللي تخبى في البلد نفسه في منزله الا زكريا كان دائما يخرج يعاني من هذا وهذا ويتحمل القرحة ويتحمل الشهداء هذا لهذا الدواء ويعطي لهذا مواد غذائية ويساعد هذا معنويا إنسانيا هذا هو زكريا دائما لفعل الخير ومعاملة الإنسان كله بعمل الخير ويساعد الناس سواء كان في الحرب أو في السن ولا زال إلى الآن هو في عمل الخير وهذا هي هو هذا عمله لا هو كان إرهابي ولا قد حمل سلاح ولقد سمعته حتى يوم يدر عن سلاح آه زكريا كان اب حنين على اولاده عطوف أه يعتبر بالنسبه لنا صديق وليس اب فقط وليس زوج لكن كان صديق حنين في البيت كنا ننتظر بفارغ الصبر عندما ياتي من العمل رغم اشغال مختلفه وعمل الذي يعمل من النهار الى الليل في الجانب الخيري والاغاثي لكن يعني كان متفرغ لنا في بيته مع اولاده وإلى يوم 27 يناير 2018 خرج يصلي الفجر ومع خرج يصلي الفجر اختطف في الطريق والى الان ما نعرفش عنه اي خبر كان ابا صديقا كان يعاملني يعني كصديق يعني كان دائما يناديني يا صاحبي يعني آه. يعني ترك أثرا كبيرا يعني عندما غاب افتقدنا شيء يعني ثمين افتقدت إلى صديق أب أخ افتقدت يعني للقدوة لكن تقريبا من أعمال الخير كان قدوة يعني عملية أكثر ما أقول لها نصائحه في طريقة عمله في سلوكه مع الناس، مساعدته الناس، في حديثه، في أدبه، في كل شيء. ينزل إلى مستوى أطفاله باللعب وكلامه الطيب معاهم، يعني يعتبر زكريا بالنسبة لأولاده يعني صديق حميم لهم. أنا يعني صحيت من النوم أو قد خرج من الفجر، يعني قيمته يصلي الفجر وابنه كان بعده وابن أخته راح انه هو راح قبلهم هو راح وهم راحوا بعده، واني يعني وكانه راح يصلي كالعاده يروح يصلي الله يحفظه وما يجيش الا الظهر يجلس يروح مع عادة ويشتغل معادة ويساعد هذا ربنا يحفظه حيث ما هو المهم انا ما داريش بالخبر الا عن طريق الواتس لي رساله في كان معي مجموعه يعني من الكوادر وهذا لو في اخبار لو في شيء نشوف مجرد ما صحيت وقيت افتح التليفون شفت الخبر حق زكريا أستاذ زكريا احمد قاسم مختطف وراح في صلاة الفجر و الى اخره انا صدمت طبعا انا ام يعني ما صدقش حتى الكبار متاكدش لما دقيت هذا قد راح بعده وسمع الخبر من برا بس زكريا يحيى زكريا وابن عمته كانوا بعده وعرفوا الخبر من برا بس ما حبوش يقولوا لي خبوا علي الخبر انا ديك الساعه لما سمعت وقريت اجيت ادق عليهم في الغرفه يا يحيى يا فلان ايش ايش الخبر ايش خبر ابوك يا يحيى هذا الخبر الصحيح الذي قالوه مسكين قال لي انا دخلت وضة ثم تابعته الى الصلاه وانا في نزول الدرج اسمع اطلاق رصاص فاوقفني ابن عمي ابن عمتي شدنا وراى راى القلبه وراى ورأى المختطفين وهم ياخذوا يعني هو ويقاومهم ويدافعون ويهرب من بين ايديهم ويتخبي وراء الباص ويرجعوا يحاصروه ياخذوه ويضربوا براس الالي فخرجت انا وهو يعني الصلاه انا لما كان ادري يعني فقط اطلاق رصاص ولكن كان عن شيء في القلب يعني الاسره طبعا اختي وابنائها كلهم عرفوا لكنهم اخفوا عني الخبر نتيجة لمرضي يعني وخايفين علي اني اسمع الخبر وتأدى يعني يعرفوا مقدار العلاقه الذي بيني وبين زكريا فاخطاني هذا الخبر الان قدر الله سبحانه وتعالى يعني يسهلها ويغير هذا الحال. الفقود يعني يعني فرق كبير زكريا اثر علينا بغيابه اثر كبير مش بسيط يعني ولو انه الحمد لله نحن دائما نشعر يعني كأنه وجوده بيننا ما ما غابش عن عهننا ولا لحظه دايما زكريا المريحة زكريا البشوش زكريا ال... المع... مع الكبير والصغير يعني يبتسم يضحك يضوي يضحك, يضحك صوته هذا كان صفاط كان حبوب كان يلعب معانا صافطنا احنا كان رجل فرحان ما ضلمش حد صراحه انا كنت عند امي بعد اجي اشوف البيت كله حزين يبكي ي... أشوفه يعني يكون ماسكين تلفونات استغرب يعني حسبت إيش إيش في بعد لما قالوا لي خرجت البركونة شفت السيارة وبكيت المهم إني حزنت طبعا الخبر كان صعب لأني لا لا مش ممكن يعني جاتي في بالي إنه زكريا ممكن أن ينخطب أو أن يعني يعتقل أو أن يحصل له حاجة رجل يشتغل يعمل بجانب لغاتي ويقام الخيري ويغوت هذا ويساعد هذا ويعطي هذا والكل علاقة يعني علاقته بالجميع طيبة من اللي ممكن يعتقد هذا الرجل رجل طيب خيري آه شغله فقط في الجانب الإغاثي حتى في الحرب كان شغله كذا لم يحمل سلاح ولم يعني كان شغله في الجانب الإنساني الإغاثي هذا كان شغله فقط ما ببالي انه يعني خيالي او اي حد يتصور انه ممكن مثل هذا الرجل ان يختطف او يعتقل او يقرا له اي شيء او يدي اي حد مش فقط نحن حتى الناس من حولين استغربوا معقول زكريا يعتقل معقول زكريا يعمل فالكان كلهم متعاطفين معايا في هذه المرحله على امل انهم سيبحثون عنه في الليبيان كامل فما ما فذهبنا بعيني لشلال الليل فأخبرنا انه موجود انه بنفعل ما كذا يعني شيء يعني مثل اصدقائه فكان عملنا احنا كبير انه يطلقوه اكيد خلص تحققوا معه لكن انه يستمر يعني يمر سنه كامل حققوا معه كملوا التحقيق بقى يعني يخفوا هذه الدقائق ناتي المرة الثانية عشان يقول مش موجود ذهبنا لوزير الداخليه وقع لنا على اوراق ذهبنا للنائب العام ذهبنا لمنظمات حقوقيه من كرامه الصليب الاحمر منظمات اخرى كثيره يعني لكن لا احد عنده الحل يعني طرقنا ابواب كثيره يعني ما فيش تحمل مسؤوليه اختطافه رئيس عبد الرب منصور والوزير الميسري ومدير الامن شلال هم المسؤولين على اختطافه واني اناشد كمان الجهات المختصه الانسانيه والدوليه والمحليه بين المنظمات ان ينظروا الى هذه القطعه المختطفين بعين الرحمه والعداله وان يفرقوا على المختطفين وان يفرقوا عن ولدي وعن كل مختطف كان هذا الاختطاف قبل عام وحين ذهب اهله لمتابعه قضيته امام اداره امن عدن وعدهم مدير امن عدن بالافراج عنه بعد اسبوع. مر الاسبوع ثم مرت اسابيع واشهر وها هو الشهر الاول من العام الثاني يمر وبدلا من الافراج عنه فوجئ اهله بمدير الامن نفسه الذي وعدهم بالافراج عنه بعد اسبوع. فوجئوا به وهو يرد على توجيهات وزير الداخليه بانكار معرفته مكان اعتقال زكريا ويقول المذكور غير موجود لدينا المعلم زكريا احمد قاسم ليس المختفي الوحيد في سجون السلطات الامنيه في عدن بل ان هناك مختفين كثر لتكف امهاتهم وزوجاتهم عن المطالبه بالكشف عن مصيرهم ولا تتوقف الاخبار والتسريبات عن احوالهم وما يتعرضون له في هذه السجون. مشاهدينا الكرام للحديث عن موضوع المعتقلين والمختفين قسريا ينضم الينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات مرحبا بك سيد توفيق. مرحبا بك اخي الكريم وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمه. هل هناك احصائيه احصائيه لعدد المختفين والمختطفين في مدينه عدن؟ لا نستطيع ان نجزم بوجود احصائيه دقيقه لان السلطه لان هؤلاء اليوم التي الذين يتظاهر من اجلهم امهات المعتقلين او تصدر من اجلهم التقارير تم اخت... اخت... أو اعتقالهم واختطافهم تعسفا وبالتالي السلطات للاسف الشديد سواء في محافظه عدن او في لا, لا تلتزم بالمعايير القانونيه والدوليه في للسجون في حاله الاعتقال ان يعني يكون هنالك كشوفات واضحه ومحدده فيها الاسم والحاله وحالته الصحيه والحاله المرضيه وتكون هذه الكشوفات في متناول المحامين والناشطين إلى غير ذلك هنالك أسماء تقديرية تبذل من قبل يتم تجميعها من الناشطين والمنظمات والأهالي كان هنالك ما يقارب 600 معتقل وأعتقد أن العدد هو أكثر بكثير لأنه كل يوم توجد سجون جديدة يتم الإفصاح عنها أو معرفتها من خلال المعتقلين مثل سجن المنوره، مثل سجن الطين، مثل سجن 7 اكتوبر، هذه سجون جديده نحن نعمل عليها ونكتشف ان فيها معتقلين بالمئات وربما بالعشرات، هنالك سجون مثل قاعه وضاح الى غير ذلك لم يكن واضح كم عدد المعتقلين فيها، لكن ما نستطيع ان نجزم فيه ان المعتقلين ربما يت... يعني يصلون بالمئات ربما يتجاوزون الالف الى غير ذلك. وأعتقد أن قابل الأيام أو عندما تخضع هذه السجون لأي لجنة تحقيق مستقلة وطنية دولية سوف يعرف الناس العدد الكبير الذي كان في هذه السجون سيد توفيق لا يكاد يمر أسبوع دون فعالية من مظاهرات أو اعتصامات أو وقفات للرابطة الحقوقية الأهم على الميدان في اليمن الآن شمالا وجنوبا وهي رابطة أمهات المختطفين لكن في مدينه عدن تحديدا لهم وقفات الا يفترض كما يقول الناس ويتساءلون ان هذه مدن محرره عدن والمكله وبالتالي خاضعه لسيطره الحكومه الشرعيه ولقانون الجمهوريه اليمنيه ولاجراءات التقاضي والاعتقال والتحفظ المنصوص عليها قانونا بماذا نفسر استمرار هذا الامر لاعوام في هذه المناطق التي يفترض انها محرره هو الامر محير لكن نستطيع ان نقول وان كنا احيانا نحن نكون مضطرين الى ان نوصف الاشياء ربما ونضعها في داخل اطار قاسي نوعا ما لكن هذا هو الحقيقه اليوم آه في عدن او في صنعاء لا توجد اناس يعرفون معنى الدوله او جوهر الدوله هم يعرفون معنى المنصب فقط ليس الا وبالتالي هم يفتقدون لمفهوم الدوله ومفهوم المسؤول الذي حدده القانون والاتفاقيات الدوليه ويقومون بممارسة أو إدارة هذه المحافظات أو هذه المؤسسات بسلوك أقرب إلى سلوك العصابة من سلوك من سلوك الدولة لأنه الدول التي تحترم نفسها مهمتها الأساسية وبالدرجة الأساسية هي حماية المواطن توفير الأمن توفير الاستقرار توفير الضمانات حتى لو هذا المواطن وضع في السجن لأي شبهة يجب أن توفر له كافة الضمانات أو تهمة أو حتى لتهمة يعني أو بغض النظر بالنهاية هذا المسؤول هو هو أجير لتنفيذ النصوص نعم. القانونية وتنفيذ القوانين ما نشاهده اليوم من إطلاق الوعود ثم النكوث بها ثم الكذب عليها ثم الظهور في وسائل الإعلام للدخول في معارك كلامية مع الأهالي أو مع المنظمات هذا هو سلوك العصابة للأسف الشديد نعم. وهذا السلوك لا يمكن أن ينتج دولة ولا يمكن ان يحفظ يحافظ على حقوق ولا يمكن ان يوفر الامن للمواطنين والاستقلال هؤلاء اليوم للاسف الشديد في صنعاء في تعز في اي مكان ايا كان هؤلاء اليوم متهمون في نظر الشعب ويجب ان يحاسبوا اليوم او غدا او بعد غدا لا كيف ينظر القانون آه سيد توفيق كيف ينظر القانون لمثل هذه الحاله ما هي الاحكام التي يقررها لحمايه المدنيين من هذا البطش والاعتقال والاخفاء القسري التعسفي القانون اليمني وقانون الدستور اليمني وقانون الاجراءات الجزائيه اليمنيه وقانون العقوبات ايضا اليمني واضح ان هذه جرائم يجب مساءله مرتكبيها هنالك اتفاقيه خاصه بالاخفاء القسري موقعه عليها الجمهوريه اليمنيه وهذه الاتفاقيه تفترض وجود مدنيين معارضين لاي اسباب من الاسباب السياسيه او الفكريه تم اختطافهم واخفاءهم في اماكن لا يعلم اهاليهم بها من قبل السلطات المختصه اذا نحن امام جريمه على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي وهذه الجريمه اليوم ارتكبتها سلطات يمنيه اليوم تقرير لجنة الخبراء البارزين كان واضحا وقاطعا بوجود جرائم ارتكبت في السجون التي تخضع للحكومة الشرعية في جنوب اليمن هنالك نعم. أيضا جرائم ترتكب للسجون التي التي تسيطر عليها الحكومة أيضا الميليشيات على سبيل المثال اليوم هنالك بالأمس نتحدث عن شخص مات تحت التعذيب في صنعاء من قيادة الحرس الجمهوري نعم. في نفس الوقت اليوم صباحا نتحدث أيضا عن معتقل مخفي قسرا مات في سجون المكلة آه وهم يتعللون بأنه شنق نفسه داخل هذه السجن إذا نحن أمام آه جرائم مركبة على المستوى نعم. القانون الدولي وعلى المستوى القانون الجنائي اليوم لجنة العقوبات أو لجنة الخبراء البارزين تقوم باستكمال التحقيق في الجرائم التي ترتكب في اليمن هناك أيضا سيد توفيق هناك أيضا يعني اكتشف الأهالي بين الحين والآخر جثث مرمية مفصولة يعني الرؤوس أو مشوهة المعالم ولا يتم التحقيق ايضا من قبل الاجهزه الامنيه يعني هناك قصه شهيره في عدن حدثت الاسابيع الماضيه نعم على ذلك انا اقول ان ان اليوم الذين يديرون هذه المناطق سواء على مستوى هم اشبه بسلوك العصابه ولذلك على الحكومه اليوم مسؤوليه كبيره ان تعيد الاعتبار لنفسها ان تعيد الاعتبار لمفهوم الدوله في المناطق المحررة لأنه والله حقيقة من العار أننا كل يوم نسمع الفساد المالي ونسمع الفساد الإداري ونسمع الفساد الخارجي ونسمع الفساد الجنائي يعني يعني اليوم الحكومة سيد أنكرت الحارة. الحكومة وعلى لسان مسؤولين فيها منهم نائب وزير الداخلية أنكر وجود معتقلين من الأساس و أو مختفين قسريا كيف ينظر القانون لمثل هذه التصريحات؟ يا أخي عندنا في الفقه الإسلامي أو من قواعد الأصول الإسلامية شيء اسمه ما تعم به البلوى، بمعنى أن الأشياء التي تنتشر تصبح معروفة عند الناس هي لا تحتاج إلى إلى أن تخضع لقواعد الإثبات المتعلقة بالحديث. بمعنى أنه إذا خطيب جمعة سقط من المنبر وجاء شخص واحد يخبرك بأن خطيب الجمعة سقط بقية الناس لم يخبروك به فهو كاذب لأنه لا يمكن أن يسقط خطيب الجمعة ويراه إلا شخص واحد اليوم م. الأمهات تتحدث المعتقلين أنفسهم يتحدثون المعتقلين الذين فروا إلى خارج اليمن يتحدثون التقارير الدولية تتحدث الأجهزة الحكومية تتحدث أيضا في بعض الأحيان ثم يأتي لك وزير أو رئيس وزراء أو رئيس دولة يقول لا يوجد معتقلين هؤلاء يكذبون انفسهم ويكذبون هذا التكذيب آه هل له تبعات قانونيه إيه سيد توفيق؟ هذا التكذيب وهذا التدريس لا يعني في دول يعني العالم نجد ان 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 مسؤولين في الدولة يحاكمون بتهمة التضليل أو الإدلاء بتصريحات كاذبة أو الكذب في الشهادة هذه شهادة يعني من مسؤول في وزارة الداخلية وموثقة إعلاميا ينكر فيها وجود معتقلين ومختطفين بينما انتم كحقوقيين تتحدثون ليس فقط عن السجون المعروفه ومن فيها وانما عن اكتشاف عدد من السجون السريه ايضا هذا الفعل فعل التكذيب فعل النفي الانكار لحقائق يعني قائمه امام الجميع هل عليه اي حساب قانوني؟ والله هي جريمه في حد ذاتها وانا كنت اتمنى ان رابطه الامهات والناشطين في عدن يقومون بتقديم دعوه جنائيه امام النائب العام ضد نائب وزير الداخليه علي بن الاخشى وبتهمه تضليل القضاء ومحاوله التستر التستر على الجريمه التي ترتكب بحق ابنائهم ونرى القضاء اليمني الى اين سيذهب هل نعم. القضاء اليوم هو امام امتحان حقيقي هل سيفتح تحقيق جدي يسمع للاهالي يسمع للمعتقلين السابقين يعني اين كانوا مخفيين اين كانوا معتقلين حتى يتحدث عن وجود عن عدم وجود سجون سريه ستتكشف الامور يعني بالنهايه هؤلاء هم مساءلون امام القانون اليمني وامام القانون الدولي نعم. سواء اليوم او غدا لكن من باب انصاف الضحايا والحفاظ على حقهم أنا أتمنى أن تقدم دعوة جنائية أمام النائب العام للتحقيق في هذه القضية. نعم، هذا يقودنا إلى الحديث والتساؤل عن الجهاز القضائي الذي يعاني من التعطيل بفعل الإضرابات الطويلة والمتكررة والمقصودة كما يطرح البعض. إلى أين يلجأ الضحايا في ظل هذا الوضع؟ إذا كان القضاء قد أغلق أبوابه أمامهم. اليوم لا ملجأ للاهالي بالدرجه الاساسيه غير انفسهم والمجتمع الدولي هذه هي اليوم الخيارات المفتوحه لانه لا يمكن نتحدث ان اليوم الاهالي يلجؤون الى أعمال عنفية من أجل الإفراج عن أهاليهم أو المعتقلين في السجون لأنه في النهاية الأعمال الحقوقية وبناء الدول نحن نتمنى أن تبنى بالطرق السلمية نعم. وبالنضالات السلمية وثورة فبراير هي ثورة إلهام للوعي اليمني التي أسقطت كل الصورة النمطية التي حاول يرسمها علي عبد الله صالح أو جميع ميليشياته سواء في الشمال أو في الجنوب أو حتى جماعة الحوثي إلى غير ذلك اليوم الخيار هي أن نستمر بفضح هؤلاء. على وسائل الاعلام تقوم بالدور الاكبر في نقل هذه المعاناه في في, في في مقابله المعتقلين السجناء الى غير ذلك وايضا اللجوء الى المؤسسات الدوليه اليوم المؤسسه الدولية تمارس ضغط ما امكانيه ذلك ما, ما, ما امكانيه ان يتوجه ذوي الضحايا في اليمن في في الجنوب تحديدا وفي وفي الشمال ايضا يعني ذوي المختفين قسريا الى القضاء الدولي ما امكانيه ان يتقبلهم اليوم تتقبلهم هذه المنظومه اليوم الامور يمكن يعني تسير على مجموعه من المراحل يعني ربما يكون القضاء الدولي تكلفته كبيره وان كنت نحن على تواصل مع محاميين اليوم يبحثون عن توكيلات لرفع دعاوي امام القضاء المحلي في بريطانيا او في فرنسا ضد يعني مرتكبي هذه الجرائم من الدول الاقليميه او من الدول اليمنيه، لكن الذي اريد ان اكد عليه ان تقرير لجنه الخبراء الذي صدر في نهايه اغسطس عام 2018 احدث زلزال داخل المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده وحتى داخل جماعه الحوثي عندما ادام بصوره واضحه الى غير ذلك. اليوم نحن ايضا هذه اللجان مستمره في هذا في في التحقيق واعتقد بان التقرير نعم. الذي سيصدر ايضا في نهايه اغسطس عام 2019 سيكون له ما بعده على الاهالي ان لا يبخلوا ان نحن ربما نتواصل بصوره مستمره نعطي هذه اللجان ارقام الاهالي نعطي نعم. الاهالي ارقام الفريق ليتواصلوا معنا انا متاكد بان تقرير عام 2000 سيكون تقرير مفصلي اما بذهابه الى محكمه الى مجلس الامن الدولي او ربما قد يحدث انعطاف بتشكيل محكمه جنايات مستقله لانه هنالك مجموعه من المؤشرات الواضحه والخطيره التي قد سيتجاهلون فيها بان المجتمع الدولي يريد ان ينتزع اليمن انتزاعا اليوم ما يحدث في الحديده نعم. من تقديم رؤيه جديده لبناء منطقه عازله بين اطراف انا اكد لك بانه المجتمع الدولي تعقيد الوضع تعقيد الوضع لكن تعقيد للوضع حضرتك سيد علي قلت ان يضع الجميع تحت الطاوله نعم يعني حضرتك قلت ان الكلفه عاليه بالنسبه للقضاء الدولي إذا ما رفعت قضايا من قبل الاهالي نحن يعني شعبنا شعب لا يملك هذه الموارد هل يمكن للمنظومه الدوليه الحقوقيه ان تتجاهل معاناة اليمنيين لمجرد انهم فقراء ولا يملكون, لا يملكون كلفة التقاضي الدولية في محامين الان يتحركون بجهد ذاتي لكن ايضا يقابله خوف في الداخل في نعم. كثير من الضحايا خائفين ان يعملوا توكيلات واضحه لانه يخافون من البطش من القمع من المراقبه الى غير ذلك يطلبون مجموعه من الاشياء الخروج من اليمن الى نعم. غير ذلك العمليه فيها نوع من التعقيد لكن في حد ذاته نعتقد اليوم الخيارات المتاحه والاسهل هي تقرير او لجنه الخبراء البارزين ولجنة مجلس الامن ايضا الذي تحقق في الشان اليمني واعتقد بان هذه التقارير التي ستصدر لانها تصدر من اعلى مؤسسه مهتمه بحقوق الانسان في العالم وهي مجلس نعم. الامن عفوا مجلس حقوق الانسان والمفوضيه الساميه لحقوق الانسان وهذه ستشكل وثيقه قانونيه مهمة لا يبدو ان أن, ان هذه الدول الراعيه لهذه الميليشيات ولا هذه الميليشيات الجاهله اصلا بوضعها القانوني والوضع القانوني الدولي تابه ل مخرجات مجلس حقوق الانسان وهذه المنظمات يعني. لا بالنهايه لكل لكل زمن آه يعني يعني اثروا بالنهايه اليوم هم في مصدر القوه هنالك مجموعه من المصالح مجموعه من الحسابات لكن نحن ندرك جيدا ان هذا الامر لن يستمر انا نحن نراقب و لن يصل يعني الى نعم. انا انا ادرك اليوم ان ان الحبال بدات تلتف تدريجيا وهؤلاء سيقعون سيقعون يعني انا ادعو اليمنيين الى مراقبه وضع الحديده جيدا، وضع الحديده مؤشر خطير حول توجه المجتمع الدولي لانتزاع اليمن انتزاعا ووضع الاطراف كلهم تحت طاوله المساءله، التقارير التي صدرت بشان اتهام جماعه الحوثي بصوره واضحه بسرقه الاغاثه المعونات الى غير ذلك نعم. هي تؤشر اليوم المجتمع الدولي كيف يقوم بتوزيع الاتهامات ووضع الاطراف في في قفص الاتهام، وبالنهايه لن سيتفاجأ هؤلاء الاطراف انهم يواجهون المجتمع الدولي باسم القانون وباسم انتهاكات حقوق الانسان. سيد توفيق استمعت انت لشهادات عدد من ذوي الضحايا ويعني عبر راصديكم في الميدان ايضا طلعتم على معاناتهم، هل هناك نمط معين تم من خلاله استهداف هؤلاء؟ او ما هي ابرز القضايا لهذا النمط من الانتهاكات؟ آه. يعني احيانا في حاجه تفوق الوصف، يعني انت تصور ان توضع في قفص لمده 21 يوما ليلا بنهارا ولا ت... يعني سبعه ايام او ثمان ايام وانت عاري عاري امام السجناء امام الضباط امام ال... يعني اذا نحن نتحدث توفيق عن نسخه اخرى من ابو غريب يمنيه يعني امر انا اعتقد انه الامر فوق الخيال يعني عندما تتصور معتقل يقطع جزء من لحمه ويرمى للكلبة شاكيره و... و... <applause> <applause> اذا يبدو ان ان الماساه لم تتكشف منها سوى راس جبل الثري يعني الجليد ولا زال الكثير من التفاصيل غائبه ولكنها ستنكشف. سيد توفيق هل من رساله اخيره تود طرحها في هذا الحيز؟ والله الرساله ايضا المؤلمه الاخرى انا ادعو خاصه الحكومه الشرعيه وغير الشرعيه ان يهتموا بالمعتقلين بعد الافراج كثير آه. من المعتقلين وصلت بعد الافراج عنهم رسائل مؤلمه لا يجدون مكان ياوون اليها لا يجدون الطعام الذي ياكلون ولا يجدون قيمه المواصلات لينقلوا اسرهم الى المناطق التي يذهبون اليها في مارب هنالك معتقلين في عدن لم يندمجوا في المجتمع ايضا هؤلاء يخرجون من معتقل الاول الى المعتقل الاخر ادعو لتشكيل صندوق خيري او سموه ما شئتم لكن اي للوقوف مع هؤلاء, مع هؤلاء الضحايا الذين نعم. اعتقلوا مع الضحايا لانه جريمه مركبة ان هؤلاء دفعوا ضريبه ثم ايضا يخرجون يتركوا ليعاقبوا نعم. ليعاقبوا ليعاقبوا بالاهمال وعدم الالتفات اليهم هذه رساله مهمه جدا انا ونحن أعتقد أيضاً نضم صوتنا الى صوتك ايضا في ذلك. ما اما المعتقلون داخل السجون انا اعتقد انهم سينتصرون هذه ضريبه وقدرنا ان نولد في هذه اللحظه وقدرهم من يكونون في هذه النقطه لكنها قدر الشعوب الحره، انا موقن ايقانا تاما ان اليمن سينتصر، سيخرج اقوى من بين الله. هذه الاوقاع وسيسقط الله. كل المراهنون على الفوضى وتمزيق هذا الوطن. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب اسره التربويه المختطف زكريا احمد قاسم تم الرصد بامان الله.